محكمة عيادة وحي أفرى ستاين كيس دل أه حيال أنت محكمة وحي كسي ورجل أه وقصوا يا ياسي دبل فارح عبد الرشيد علي أفرتني شندير إن قاله لو لحسين كل شيء بولي حاجي كتر سنة درويست برولة بحث النكاها أفر بلوب طريق النمبر كيسية هاي كنتني اللو أفرتني اللو اللو دبل محمد رشيد محمود لاتي لبجر إن أفضل الله علي صلاة كل شيء قندل كتر سنة درويست برولة أهانا بحث شندلو إلا يدل أبريستين مرحوم علي محمد ممر وها شعب قلية تاريخ المركة هاي لغاتين له لسة الضباب وهو كل اللغاتين ساعدنا الله هاي بسد حدا ساعة يسوح لما قابت الله هاي بدولية كإسطنبول محكمة المركة اللي جيستي يد حدا عليها المركة اللي جيستي قرال كببلة فارح عبد الرشيد علمي المركة اللي جيستي ديد مبا واسكفوا بيهي إنو دل كاس وحكفوا ليهي دبل محمد رشيد محمد محكمة المركة وعضاتي إن لبضع إذي سنة أي أهايان أسكر بحصد أح كان ودي ديقانك فلان أمن دراع محكمة المركة عرقتي بقول آيات بقول تدبات إزديدات سورة البقرة يقولوا كأفر بقول صدني أفر وحي حكم دلها كفر دي إذي سنة فارح عبد الرشيد علمي تاسو أح قصاصتي مرحوم عبد محمد ممر حكم حبسي اه سدح صلاة وحيكون في الدين السنة محمد رشيد محمد وبالله توفيق.